جيل كقرص الشمس فوق سحابي متوهج بضيائه الخلاب، جيل كشلال تدفق بالعطاء ليمدنا من نهره المنساب، جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب. أكرم بجيل السابقين وفضلهم، أكرم بآل البيت والأصحاب، أكرم بآل البيت والأصحاب. فقد ظل أنس بن مالك يعيش مع ذكرى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما امتدت به الحياة، فكان شديد البهجة بيوم لقائه، سخي الدمعة على يوم فراقه، كثير الترديد لكلامه، حريصا على متابعته في أفعاله وأقواله، يحب ما أحب ويكره ما كره، وكان أكثر ما يذكره من أيامه يومان. إذن سيدنا أنس بن مالك الذي تشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغرف واغترف من ينابيع علمه وفضله، فأفاض الله بذلك على من حوله من الصحابة والتابعين زمنا طويلا، لأنه كما مر معنا عاش بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نيفا وثمانين سنة، يعني ما يزيد عن ثمانين سنة. هذا الصحابي الجليل الذي عاش ملاصقا للنبي عليه الصلاة والسلام في أكثر أوقاته، كان دائما في حالة شوق لتلك الأيام، في حالة ترديد لما حفظه من رسول الله عليه الصلاة والسلام يردده على لسانه، في حالة ذكر واستحضار لتلك المواقف والمشاهد الطيبة التي تلقى فيها العلم والأدب معا خلال عشر سنوات خلت مع سيد الخلق وسيد المربين وإمام المعلمين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد، وين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان حريصا على متابعته في أقواله وأفعاله، يحب ما يحب، هذا علامة الإيمان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب، ويكره ما كره، وكان أكثر ما يذكره من أيامه يومان. قال: يوم لقائه معه أول مرة، ويوم مفارقته له آخر مرة. نحن الآن في مناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، عندما نذكر النبي عليه الصلاة والسلام نذكره بالحب، نذكره بالوفاء، نذكره بالرسالة، نذكره بالمنهج، نذكره بالأخلاق، نذكره بالسيرة، ونحن لم نرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أصحابه وعن أحبابه. أحبابه من؟ قال: قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني، ولم يروني، يود أحدهم، يعني بمعنى أنه لو رآني بهذه الدنيا كلها، أو كما جاء في الحديث: ألا تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تبدونه بأرواحكم؟ لاحظنا. نحن عندما نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام نتحدث عنه بلغة الحب وبلغة المنهج وبلغة الاتباع، ونحن لم نرى، إنما نذكره من سيرته، من أصحابه، مما نقلوا عنه، فكيف بالذي عاش معه ردحا من الزمن طويلا. قال: كان يذكر أكثر ما يذكر يوم لقائه أول مرة، يوم وضع يده على كتفه ومسح عليه
ومسح هكذا على ذؤابته صلى الله عليه وسلم تشبه لم تكون مثله. فيذكر هذا الحب، يذكر هذه البداية الطيبة العطرة التي ابتدأها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر ذلك المشوار الطيب النظيف النقي الساطع الناصع الرائع، وإذا به يصل إلى الخاتمة في اللحظة التي ودع فيها أستاذة وأباه وحبيبة وسيدة ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. المقطع لم ينتهي، لكن الوقت هو الذي انتهى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.